مشهور في موقع في الجول اللي عامل حوارات وتصريحات مع الدبلوماسيين المصريين في تونس. ولما الناس كلها انتظرت من مجلس اداره نادي الزمالك او اتحاد الكوره ان يرد ليه جماهير مصر اتقبض عليها في تونس، طلع رئيس النادي قال لجريده الشروق انه دول اخوان، وان قنصل مصر في تونس اللي قال ان الجماهير كانت ملتزمه هو كمان اخوان. بقت سهله كده، سهله كده، اي حد مش عاجبنا، اي حد بيقول كلمتين مش على هوانا يبقى اخوان. ايه علاقه قنصل مصر في تونس بانه اخوان؟ منين بتجيب الكلام؟ فين الدليل؟ لكن مش مهم لا دليل ولا كلام، المهم تحقق رغبتك في انك ترمي 50 واحد من ولاد مصر، من شباب مصر، في سجن موجود في تونس وهم ما عملوش اي حاجه. وبعد كده يرجع واحد يطلع يعمل لك دراسه كبيره جدا وكلامه وتصريحات كبيره جدا، يقول لك اصل جمهور الاهلي لما بيسخر من جمهور الزمالك بعد الخساره ده خطر على الوطنيه. ما تقيسه صح، اعدلوا اعدلوا، شوفوا مين الخطر على الوطنيه، مين الخطر على انتماء الولاد، مين اللي بيحول الجمهور من جمهور بتاع نكته وافيه وكوميكس على الفيسبوك بيقعد يتريقوا فيه على بعض والرسائل بتقعد تتصاغ عشان يتريقوا على بعض، الى جمهور متعصب عاوز يحرق وعاوز يضرب. مين غير الناس المسؤولين عن اتحاد الكوره وفي مجالس ادارات الانديه؟ هم دول المتهمين الحقيقيين عن ضياع الوطنيه والانتماء وعن تعصب الجماهير. غير كده فحضراتكم انا اسف، انا اسف، بتقولوا اي كلام لا يمت الواقع بصله، لانه واقع البلد دي من زمان واحنا عيال صغيره، ان بيطلع لنا في الافلام وبنسمع من اهالينا وجدودنا انه لما الاهلي بيخسر الزمالك بيشمت، ولما الزمالك كده، هي طبيعه الكوره كده. هروح لفاصل ونرجع بقى نشوف الجزء الثاني من الكارثه الكبيره، كارثه اداره بعثه الحج الرسميه لمصر للي بيحصل في مكه، لمشاكلنا او مشاكل الحجاج المصريين هناك، وتحديدا المفقودين والوفيات اللي حصلت في حادثه